لدينا نقص شديد في الوقود، يتبقى يوم أو يومين للوقود ومن ثم ستغلق أبواب المستشفى إلا للحالات يعني التي تحتاج جهد بشري فقط، لا جهد أجهزة ولا شيء. كذلك يعني الآن نرجو عبر شاشتكم الكريمة إيصال للعالم أجمع أننا بحاجة ماسة لكل ما يتعلق بحياة الإنسان. الماء الذي يحتاجه مستشفى محمد يوسف النجار لا يوجد، الكهرباء لا توجد، كذلك نحتاج إلى طواقم طبية عاجلة، طواقم تساعد الطواقم التي انهارت قواها 20 يوم لم يذهب أي أحد من الأطباء والمريض والطواقم الطبية إلى بيته. مستشفى أبو يوسف النجار قسم مولدات الكهرباء، هذه المولدات بتعمل ساعة الطوارئ ساعة ساعتين ثلاثة وبتقف، لكن الحين احنا شغالين تقريبا ما يقارب 15 يوم للمستشفى، والسولار عندنا نقص شديد في مادة السولار، لا يبقى إلا عندنا 2000 لتر سولار يعني بكفينا بس لثلاث أيام، وبتقف الكهرباء هذه إن شاء الله والحمد لله ربنا يسهل الأمور وتمشي هالدنيا.